بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الدورة 22 مهرجان الخريف السياحي الدولي بيهون، واحنا تو الآن في شارع النخلة. هذه الشارع في جميع مقتنيات النخلة ما يتعلق بالنخلة. النخلة اسمها النخلة خير، يقول الناس دولة النخلة هي الأم الحنونة، عرفت؟ يقول الشاعر يقول نغني عليه جيابة المصيون، وعنوي عليها اللي طويلة وعالية، ولا كيف هاتفاح لا ليمون، ولا كيف هامون، ولا كيف هامولات السنام الفالية، سنين شدب وقت المطر بالهون، تخلي الخوابي والغراير مالية، ويا ما كلفتي من مليح قرون، ويا ما نهضتي منها زي الأوبالية، غاب تمرك صاحبك ممنون، يشرب عسل قلبك إن كنت حايلة، واللي غرس غيرك شقاه يهون، واللي غرس غيرك بلاده خالية، نطلب المولى ينورك يا هون، ويحفظ لنا الأم الحنون الغالية. قالها صبت وطولك زين زين وباهي طولك، والشاطر يعرف يجنيك، والمشتاق يطولك، جيتك جيعان طعمتيني من سمح مسطر، وجيتك عطشان سقيتيني من حلو مقطر، يا قوت اولادي يا ورث اجدادي، يلا يلا يا مشتم، ملحه فيه وبزاره فيه، محلى العين اللي تهوي، قال نعريها وهي تغطيني وتهويني، ونقتلها لاقبي وهي تحييني، ونرجمها بالرشاد وهي تعطيني. فهذه النخله هي شجره مباركه، وذكرت 21 في كتاب الله، 21 مره في كتاب الله. قال بيت بلا تمر جيعان، ولو كاثرات طعامه، ووطن بلا غير سلطان، واعر قليل استقامه. بيتا بلا تمر جيعان، ولو كان كاثر طعامه، ووطن بلا غير سلطان، واعر قليل استقامه. واحنا قاعدين في وسط الوسط الله، بلادنا ما فيها من يحكم. بارك الله فيكم، ان شاء الله الرحمن الرحيم، ووفق الله.